الطبيب هياخذه على 20,000 جنيه بدون اي فوائد، هيسددهم على 40 شهر. فده يعني يعتبر قرض، يعني قرض حسن. احنا عندنا نادي الاطباء في الجيزه في شارع البحر الاعظم كان بيعتبر من اسوء النوادي على مستوى الجمهوريه. الحمد لله بدينا في تطوير النادي بشكل عام، في انشاء ذخيره جديده من الذخيره القديمه متهالكه من عام 2000 ورفضت اللائحه الاهليه انها تجددها. نحن بصدد انشاء ذخيره جديده على مستوى عالي جدا بتنشأ حاليا، وتم انشاء الانتهاء من انشاء البدن الحديد ليها، وانشاءها المقاولين العرب في ترسانة المعصرة. وباذن الله قبل الميعاد العمال الجاي ان شاء الله هتشوفوا نادي الاطباء في الجيزه حاجه مفرش مشرفه، هتشوفوا باخره على احدث طراز زي احسن باخره عشان ما يتقالش ان نادي الاطباء نادي مش كويس.